السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ انا واحمد لبسنا وحضرنا نفسنا وان شاء الله رايحين رنين، هنشوف العروض اللي هناك. رنين ده فرع القناطر، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم مننا كل جديد. اهو يا جماعة، احنا دلوقتي وصلنا رنين. رنين دي في القناطر زي ما قلت لكم، ودي على الكورنيش. هنبدأ ندخل دلوقتي. ده قسم المفروشات زي ما احنا شايفين يا جماعة كده، ده قسم المفروشات وفي كل حاجة. احنا بصراحة جبنا منه الحاف، الحاف فايبر كده بس شكله جميل. في كل العروض وفي كل الأسعار، يعني بيبدأ من أسعار رخيصة وأسعار وسط وأسعار عالية. في كل حاجة. دي الجلابية، جلابية بيتي اشتريناها وجبنا الحاف ده. برضو ده تبع قسم المفروشات. هنا بقى دخلنا على قسم الصيني. انا كنت بصور بسرعة لاني اصلا هناك ممنوع التصوير، فبس انا صورت كده. هنا قسم الصيني اهو زي ما احنا شايفين، وهنا برضو حاجات المطبخ، يعني لو عروسة بتجهز هتلاقي كل حاجة موجودة فيه. وزي ما قلت لكم بصراحة في اسعار كويسة ورخيصة ونزل عليها عروض، وفي اسعار تانية غالية، يعني في كل حاجة. بس احلى حاجة في رنين بجد، يعني في من الالف للياء زي ما بيقولوا، يعني في كل اي حاجة تحتاجها في البيت او في الجهاز لو عروسة بتجهز. دي كانت الكراسي كده محطوطة. هو كبير، انا كنت مفكرة ان هو صغير، انا اول مرة ادخله بصراحة، بس هو كبير. لفيت فيه وفي كل حاجة، في قسم للادوات الكهربية وفي قسم للبلاستيك. ده قسم البلاستيك اهو، في كل حاجة موجودة فيه. دخلنا هنا بقى على قسم، ايوه لسه، ده تبع قسم الملامين. في بقى اطباق ملامين، عارضين الاطباق دي بس هي بتاعت تقيمة كاملة، يعني هي عارضين منها اطباق كده وهي تقيمة كاملة على بعضيها. انا معرفتش اصور والله بصراحة كويس لان كان ممنوع التصوير زي ما قلت لكم، يعني صورت حاجات كده بسرعة كده. دي اهو برضو تبع ملامين، الحاجات دي مش صيني اهو. في بقى اللي ورا دي لو ملاحظين صواني، صواني التقديم اهو، وكل الحاجات دي ملامين زي ما قلنا. هندخل دلوقتي على قسم الصيني وهوريكم حاجات برضو، كوبايات وحاجات للمض. احنا اشترينا صواني برضو من هنا، صواني تقديم كده شكلها جميل، بس زي ما قلت لكم والله يا جماعه يعني معرفش اصور كويس اهو. اشترينا حاجات برضو، شوبات ازاز كده وحاجات حلو. بصوا دي كوبايات اتقم كاسات كده، دي مجات، دي مجات، دي كل ده كان قسم مجات بس كانت تشكيلة حلوة. يعني دي بقى كوبايات ازاز. اللي على الجنب اليمين ده مجات كلها، انما اللي هنا اللي تحت في الارض دي اهي اتقم ازاز. زي ما قلت لكم في حاجات رخيصه وفي حاجات غاليه، يعني في كل الاسعار موجوده. هنا هو ده شكله، هنا هو من جوه. زي ما قلت لكم يا جماعه انا كنت مفكره ان هو صغير او هيبقى ضيق، بس بصراحه ربنا لقيته كبير جدا، يعني كويس. هنا بقى في قسم برضه اهو، جبنا من هنا ازايز. في حاجات كويسة، كل دي تقم كوبايات، كوبايات وكاسات. في حاجات روعة، يعني في حاجات حلوة وأسعارها زي ما قلت لكم أسعار حلوة برضو. أنا كان نفسي بصراحة أعمل لكم يعني جولة كاملة بالأسعار والتخفيضات، بس هم منعين التصوير. يعني أنا صورت كده زي ما بقول لكم، يعني مش بتمعن قوي. عملت لكم جولة سريعة كده فيه. دي زي ما قلت لكم برضو في عروض. هنا ده قسم بيبيع، القسم ده فيه اللي هي المعالق والشوك والشنط اللي هي بتاعة المعالق والشوك والحاجات دي. دي كانت شنطة معالق، شنطة شوك ومعالق، وهو كان بيفرجها لنا، بس هو بيقول لي ممنوع التصوير. بس انا كنت واقفه بساله على الطبق دي، اختي على فكره كنت واقفه ايه خدت الطبق ده. اقول لكم على سعره، ب 80 جنيه احمد اللي كان معايا، احمد هو اللي كان معايا في رنين.
دخلنا هنا برضو اهو. استنى يا احمد، ده قسم الصيني، كنا بنسأل على حاجات فيه اهو. ده صيني اهو، لا مش صيني، دي كلها مع حاجات بتتعرض كده، شكلها جميل يعني. اي حد بيتجهز هيلاقي كل حاجة موجودة هناك. بص يا جماعة، ده كل ده صيني بقى، وفيه تشكيلات حلوة يعني، كل واحد حسب ذوقه وحسب اللي هو يختاره. عارضين كل الحاجات الصيني دي كلها اتقم صيني اهو. بصوا هنا الحاجات دي بقى، حاجات ازاز كده يعني، ممكن اللي ايه مش بالطقم يعني، ممكن اللي يشتري بالقطعة كده. احنا كنا متفرج، كنا عايزين بقى كده بالقطعة. بص احمد يا جماعة، زي ما قلت لكم هو اللي كان معايا. اهو بص ده بقى ميلامين، وفي بقى ازاز برضو. احنا اشترينا الحاجات اللي هي دي، كان طقم كده تلاتة في قلب بعض، اختي اشترته. واشترينا التلاتة دول. اقول لك سؤال، الواحدة من دي اشتريناهم التلاتة ب30 جنيه، يعني الواحدة كانت ب10. شكلهم حلو. الصينية دي كنا عايزين نشتريها بس مش عارفة ما جبناهاش. اشترينا واحدة تانية هوريها لكم دلوقتي في الاخر. كنا بنختار ما بينهم يعني، في تشكيلة صواني كده، صواني تقديم شكلها حلو اهو، كنا بنختار ما بينها. احمد اهو لازم يلعب في كل حاجة طبعا. والصواني اللي في ايدها دي كانت معاها كاسات، بس كان شكلها جميل. في تشكيلات بقى هناك حلوة، لو رحتوا رنين هناك الفرع. بس العروض بتنزل مش يوم الجمعة يعني، كل حاجة لها عرض يوم يعني. مفروشات مثلا يعني يوم الاثنين، الأجهزة الكهربائية يوم الجمعة، الأجهزة مش عارفة ايه، البلاستيكات يوم السبت. يعني العروض مش في نفس اليوم، مش يوم الجمعة، كل حاجة لها عرض يوم. وهم عاملين صفحة على الفيسبوك والعروض بتنزل فيها يومية. بصوا هنا اشترينا برضو مجات من هنا. اهو يا جماعة، احمد بقى كان عمال يجري ويلعب. احمد بص، اهم حاجة بالنسبة له الالعاب، ما تنقلش من جنب الالعاب. هنا يا جماعة برضو قسم تاني اهو، في كل بقى حاجات المطبخ. اهو يا جماعة، بص يا جماعة هنا الحاجات بقى اللي هي من المصنوع من الستانلس اهو، الصفايات والحاجات اللي هي المصافي والحاجات دي اللي بتتحط على الحوض اهو، الحاجات اللي هي من الستانلس.
هنا بقى الحاجات اللي هي الخشب، النشابة والقطعات الخشب دي نشابة، ودي الحاجات اللي هي ايه القطعات الخشب والمدق. هنا حاجات بقى ايه بتتحط في المطبخ زي ما قلنا. اجيب لك ايه يا حبيبي؟ لعبة الحيوانات. اجيب لك ايه؟ لعبة الحيوانات. لعبة الحيوانات. هنا يا جماعه لعب الاطفال بقى، يا سلام. اهم قسم طبعا عشان احمد كان معايا. بصوا في بقى تشكيله لعب اطفال روعه، في كل حي. شوف كان في برضه بنات وصبيان، شنط السفر حلوه. صبيان عايز ايه؟ عايز لك عجبكم الفيديو يا جماعة، ما تنسوش تحطولي لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.